للتعليق والمتابعة ينضم إلينا من مدينة الخليل الدكتور أحمد شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. تحية لك دكتور أحمد، أهلا وسهلا. أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا جزيلا دكتور أحمد. يعني نتابع على الشاشات الآن بعض المشاهد الخاصة بالانفجارات التي طالت تل أبيب منذ قليل، وأعلن حزب الله مسؤولياته عن هذه الانفجارات، فكيف تقرأ هذه الانفجارات؟ يعني واضح بأنه المفاوضات تجري بصوت عال مرتفع من خلال القصف الجوي الذي تقوم به إسرائيل على مناطق داخل لبنان، وكذلك الرد من قبل حزب الله والقوى المساندة له. كذلك نسمع قبل قليل أن هناك سيطرات الإنذار الجوي في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر جنوب فلسطين، ودوي انفجارات هناك. إذن هناك مفاوضات استدبارا بقوة مختارين بين إيران من خلال قصف تل أبيب وحيفا وكذلك إيلات، وهذا بكل تأكيد متوقع، خاصة وأن الإسرائيلي يريد أن يحقق انتصارا بالتفاوض الذي فشل بتحقيقه على الأرض ميدانيا. نعم. من خلال القصف الجوي الذي يقوم به على بيروت. نعم، ولكن دكتور أحمد كان من المنطقي يعني أن يكون الرد في الجنوب اللبناني وليس، أو بما أنه حزب الله هو المسؤول عن هذه الانفجارات، فلماذا يقوم بهذه الانفجارات في هذه المنطقة؟ يعني نعم، الشيخ نعيم قاسم واستنادا الى القواعد التي ارسلها الامين العام السابق السيد حسن نصر الله والمتمثله باستهداف العمق الاسرائيلي كل الوسط في اسرائيل، خاصه ونحن نتحدث عن الثقل الديموغرافي في اسرائيل، ان كان في حيفا ذات السكانيه اذ يصل عدد السكان 300,000 او تل ابيب التي يصل عدد سكانها الى نصف مليون، وبالتالي هذا ياتي في اطار الضغط على حكومه الاحتلال في العمق الاسرائيلي في المدن، اضافه الى استهداف المستوطنات الرخوة في ظل التفوق الجوي الإسرائيلي، وبالتالي حزب الله سيعمل إلى استهداف المدن كتل أبيب وحيفا في محاولة منه لتشكيل حالة من الردع وتوازن القوة مع الاحتلال. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل.